انتقل لفريق سيريس السويدي اللي طبعا الاهلي اشتراه. خلينا نتكلم معاه ونتعرف كده على بدايه مشوار وسام ابو علي الاحترافي في الدنمارك. طبعا اولي نيلسون، بشكرك على وجودك معانا على شاشه الاهلي، وبشكرك كمان على وقتك وعلى مشاركتك. لا مشكلة، شكرا لكم. يعني خليني أبدأ معاك من بروفايل وسام أبو علي، وإيه اللي جذب إدارة نادي فانتيسال في التعاقد معاه، وإزاي بتقيم تجربته مع مشوار النادي الدنماركي؟ لأن وسام أبو علي كان منذ حوالي عام 2019 كان لاعبا شابا، وكان لاعبا مثيرا للاهتمام، كان لاعب يمتاز بالمهارة العالية، كان مهاجما يعرف طريق المرمى جيدا، أدى بشكل جيد في المباراة، كان سريعا جدا، يستغل الفرص في مهارة اللعب واحد على واحد، يستطيع استغلال العرضيات، فبالتالي كان لاعبا مثيرا للاهتمام لنا في هذا الوقت حينما استخدمناه لفينسيسل، وتطور كثيرا بعد ذلك واخذ خطوات في مسيرته الاحترافيه، خطوات جيده. نجاح اي لاعب كره مش قائم بس على امكاناته ولا على مواهبه، لكن على عقليته ايضا الاحترافيه. احنا بنتكلم على تواجده في فينسيسل في سن 19 سنه. يهمني اتكلم معاك على قدرة وسام أبو علي على التكيف مع تجربة احترافية، قدرته على التطور خلال تواجده في النادي معاكم. بلا شك أنه لديه كان لديه أوقات صعبة في ألبرغ. حينما أتى لفينسيسل كان مهاجما شابا، وكان لم تتح له الفرصة من قبل في ألبرغ أن يظهر بشكل جيد في الدوري الممتاز، ولكن نحن رأينا أن لديه هذه الموهبة، وأن لديه موهبة أن يتطور مع الوقت، وأيضا عقلياته كانت قوية، يستطيع أن يتحمل جميع الصعوبات في مسيرته، يستطيع أن يتعامل مع كل الأمور، ملتزم بالتمرين، فبالتالي هو شاب سيتطور كثيرا في مصر. أعتقد أنه سيكون مثيرا للاهتمام تجربته في مصر. هو لديه الكثير من الأمور اللي يظهرها في المباريات. نعم، سيكون أمرا مثيرا للاهتمام، سرعته أمام المرمى، إنهائه للفرص، استغلاله للمساحات الصغيرة، وهو أيضا يستطيع أن يلعب جيدا بكرة القدم في المساحات الضيقة وفي الأوقات الصعبة في المباراة، فبالتالي هي أشياء جيدة أن نراها من وسام أبو علي الفترة القادمة. هل ما زلتم على تواصل مع وسام أبو علي لغاية دلوقتي؟ يعني هل في مساحة من التواصل؟ هل بيرجع ليكم أو على المستوى الشخصي، حتى مش بالضرورة على المستوى الاحترافي، هل كان عندكم علم بتفاصيل مفاوضات النادي الأهلي المصري معاه؟ وكان إيه رأيكم في خطوة انتقاله للدوري المصري واللعب للعملاق الإفريقي طبعا النادي الأهلي؟ نعم، لا زال لدينا اتصال مع وسام أبو علي. هو واحد من الأشخاص الذين لازلت على تواصل معهم قبل أن يذهب إلى الأهلي بالتحديد. خطوة جيدة له. أعتقد أنه قد أدى بشكل جيد جدا في السويد. خلال 16 مباراة قد أحرز 10 أهداف، فبالتالي هي مسيرة ناجحة في هذه الفترة القصيرة، ولهذا الأهلي قد قام باستقدامه الآن، لأن هذا بسبب الموسم الجيد الذي أداه في السويد. يعني بتشوف أنه الأهلي ممكن يكون محطة لأسامة أبو علي؟ طبعا الأهلي مع ارتباطاته على مستوى المحلي والقاري والعالمي بيكون فرصة كبيرة جدا لتألق أسماء كبيرة. هل بتشوف أنه وجوده في النادي الأهلي ممكن يكون محطة لعودته لأندية تانية في أوروبا، أو فرصه على الأقل، في بما أنه لسه على مستوى السن، يعني يعتبر لاعب سنه صغير، فرصة أنه ينتقل أو يعود مرة تانية من بوابة النادي الأهلي للدوريات الأوروبية؟
عم بالطبع إذا أدى بشكل جيد مع ناديه الجديد فأعتقد أن سيكون هذا أهم شيء. أعتقد أنه أيضا يستطيع النادي يستطيع أن يمنحه الوقت ويعطيه الفرصة لهذا الجانب من كرة القدم في العالم. الأمر يختلف عن أوروبا بالطبع، ولكن هو عليه أيضا أن يستغل هذا الوقت ويأخذ وقته في التأقلم وأن يعتاد على اللعب في مصر. ولكني أعتقد نعم أن عقليته قوية جدا. أعتقد أنه سيتأقلم سريعا مع الكرة المصرية ولن يأخذ الوقت الطويل ليعود إلى أوروبا، إلى الدنمارك أو أي دوري أوروبي من خلال بوابة مصر. فأعتقد وأنا أيضا آمل أن يحالفه الحظ وأن يتأقلم سريعا لنرى ذلك. يمكن منتخب فلسطين أسعدنا كلنا الحقيقة بتأهله لدور 16 في بطولة أمم آسيا. عايز أعرف منك على المستوى الدولي، هل تم استدعاء أسامة أبو علي قبل كده للانضمام لمنتخب فلسطين، ولا الأهلي برضو ممكن يكون بوابة وسام للانضمام للمستوى الدولي أو اللعب لصالح منتخب الفلسطيني؟ أعتقد أنه قد يكون الأهلي هي أول خطوة له أن يذهب للمنتخب الفلسطيني إذا كان لازال هذا متاح، لأنه قد شارك بالفعل مع منتخب الدنمارك للشباب. ولا أعرف إن كان سيستدعى لمنتخب فلسطين أم لا، ولكن لم أتحدث معه بهذا الخصوص، ولكن بالطبع هو لاعب يستطيع أن يأخذ هذه الخطوة في المستقبل. لا أفهم الجزئية دي، ده معناه أن أسامة أبو علي لاعب لصالح منتخب الدنمارك للشباب قبل كده أثناء تواجده في نادي فينسي سيل في الدنمارك. نعم لقد لعب لمنتخب الدنمارك للشباب. وهل في تفكير في حالة نجاح تجربته مع النادي الأهلي أنه يكون داخل في حسابات المنتخب الدنماركي الأول؟ يعني زي بتبصوا الموضوع بصرف النظر عن نادي فينسي سال، لكن بتكلم على الكرة في الدنمارك أو على المنتخب الدنماركي أو عن اتحاد الكرة، هل تعتبروا أنه أسامة أبو علي لاعب في حسابات المنتخب الدنماركي؟ ربما يكون الأمر صعبا. هو مهاجم قوي جدا، يوجد الآن في مهاجمين أقوياء جدا في منتخب الدنمارك، في مانشستر يونايتد، في مانشستر سيتي، ولكن ستكون منافسة صعبة. سيكون الأمر صعب على وسام أن يأخذ هذه الخطوة في الفترة الحالية. صحيح. لو كنت بتوجه رسالة لوسام أبو علي توجه له فيها نصيحة، توجه له فيها كلمة وهو يعني لسه ما بدأش مشواره فعليا طبعا مع النادي الأهلي، وخصوصا أن عنده بطولات وألقاب كبيرة هينافس عليها في الفترة الجاية، إيه هي الرسالة اللي تحب توجهها له؟ ستكون أن يكون صبورا مع ناديه الجديد. حينما تأتي لنادي جديد يجب عليك أن تتأقلم مع البلد الجديدة، مع وأعتقد أن وسام قادر على ذلك، ويجب عليها أن يعطي نفسه الوقت لينجح، ولكني أعرف أن لديه العقلية، لديه الجودة، فبالتالي أعتقد أن وسام أبو علي سيستطيع أن يكون اللاعب الجيد. ونصيحتي له هي أن يكون صبورا في البداية، هذه مرحلة جديدة يجب أن يتأقلم معها، يجب أن يجد طريقه للعب أساسيا في الفريق، وأن يكون هذا اللاعب الناجح الذي نأمله. أولي نيلسون المدير الرياضي لنادي فينسل الدنماركي، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. كل التوفيق طبعا لوسام، واحد من الأوراق اللي أعتقد أن الأهلاوية كلهم هيراهنوا عليها بشكل كبير. نتمنى أنه مع أنتوني مودست، مع كهربا، يعني يكونوا ثلاثي يقود خط هجوم النادي الاهلي نحو كل الالقاب والبطولات. واعتقد انه الحقيقه وسام مبشر جدا. خد في الحسابات كمان انه الاهلي ان شاء الله مع العوده مره ثانيه لاستئناف مشواره ونشاطه هيكون في اضافات كبيره جدا ومؤثره ان شاء الله، اهمها من وجهه نظري رضا سليم، اللي ان شاء الله باذن الله
بات قاب قوسين او ادنى زي ما بيقولوا من العوده. واحد من اهم الاوراق اللي هيراهن عليها مارسيل كولر تالق الشحات، عوده عبد القادر، تالق كريستو اللي اتوقع انه ياخد فرصه ومساحه للمشاركه بشكل كبير، كلها اوراق هتعزز بشكل كبير من قدرات الاهلي الهجوميه في الفتره اللي جايه. نتمنى ان شاء الله مع العوده مره ثانيه يظهر الاهلي في افضل شكل ممكن. نقفل ملف الاهلي ولو مؤقتا ونفتح ملف امم افريقيا، وتعالوا نبص بصه كده على كل تفاصيل البطوله، تقييم سريع للبطوله وتقييم دقيق بقى محتاجين وقفه فيه مع مجموعه من الارقام اللي مجهزه لحضراتكم. شوفوا اي وجهات نظر ممكن نختلف فيها، ليها وعليها، ممكن تتفق ممكن تختلف، لكن الارقام دايما ما فيهاش نقاش، الارقام بتقول حاجات كتيره جدا، وانا النهارده هكلمكم بلغه الارقام والاحصائيات، ايه هو نتاج عمل ري فيتوريا، ايه هو نتيجه مشوار منتخب مصر، وازاي نقدر اذا كان في عندنا اخطاء ان احنا نصلحها قبل اللي جاي، لانه اللي جاي ابدا مش هيكون سهل. فاصل ونرجع لحضراتكم.